أكد القيادي في تحالف المحور الوطني أحمد الجربة أنه لا يوجد إعمار حقيقي في الموصل، وكل ما يحدث هو مبادرات تطوعية وجهود شعبية لإعادة الحياة إلى ثاني أكبر مدن العراق. وأشار إلى أن أزمة الخدمات في العراق ليست طارئة، بل ناجمة عن تراكمات وأخطاء حكومية كبيرة وفساد سببته المحاصصة السياسية. ودعا الجربة الحكومة المقبلة إلى إعطاء هذا الملف أولوية قصوى.